في مصر وقطر رسالتنا بسيطة وواضحة وهامة. علينا أن نصل إلى إنهاء الحرب وإيقاف النار واستعادة الرهائن الآن وفورا. الوقت يدهمنا وهو عامل مهم، لأن كل يوم يمر حيوات الرهائن في خطر. الوقت مهم لأن كل يوم يمر النساء والأطفال والرجال في غزة يعانون، لا يستطيعون الحصول على الطعام والأدوية، وقد يقتلوا أو يجرحوا في حرب لم يبدؤوها ولا يستطيعوا أن ينهوها. الوقت مهم لأن كل يوم يمر هناك خطر تصعيد في المنطقة، والتصعيد الذي نعمل لمنعه منذ اليوم الأول، منذ 7 أكتوبر. مع مصر وقطر نحن نتحد لهدف واحد، وفي الإجراءات نحن نعمل بطرق مختلفة معا لضمان أن عدم وجود تصعيد وإرسال الرسائل المهمة لجميع الأطراف بما في ذلك إيران وحزب الله، من أجل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد أو نشر الحرب. ونحن نتعاون معا مع الأطراف من أجل إنجاح هذا الاتفاق. مصر وقطر يتعاملوا مع حماس من أجل إنجاح هذا المخطط والاتفاق معا. كما يتذكر البعض، رئيس بايدن أعطى خطة شاملة في مايو ودعمها العالم، ذهب إلى مجلس الأمن ودعمه. ومنذ ذلك الوقت عملنا لجعل الأطراف يوافقوا على هذا المقترح. لقد عملنا حسيساً، ونحن نحاول أن نعمل مع الطرفين من أجل توضيح بعض الأشياء وبعض توضيح التفصيل. وهذا ما تحدثنا عنه منذ 3 أسابيع. إسرائيل اتفقت على هذا المقترح، سمعت هذا من نتنياهو البارحة، ونأمل أن توافق حماس عليه. مجرد حدوث ذلك علينا أن نكمل تنفيذ التفاصيل من أجل إجراء وقف إطلاق النار. ومن المهم في هذه الحالة أن يفعل الكل ما يجب فعله، وأن يكونوا مرنين من أجل تنفيذ الاتفاق والتوصل لوقف إطلاق النار والالتزام بما ورد في هذا الاتفاق. هذه هي المرحلة التي نمر بها. نحن كل يوم نتعامل ونتحدث مع إسرائيل، وشركائنا في مصر وقطر يتحدثوا مع حماس، وفي الأيام المقبلة سنفعل ما نستطيع وكل ما نقدر عليها من أجل جعل حماس توافق على الاقتراح، ولضمان أن الطرفين يقوموا بتنفيذه بطريقة سلسة. هذا هي المرحلة الحالية، وسأعود إلى دولتي وأنا أشعر أن جميع الأطراف مثلنا ومثل قطر ومصر بالتزام بجميع الإجراءات، وهناك حاجة لأن ننجح هذا في وقت سريع.
أولا منذ الأيام الأولى عندما وضعنا مبادئ طوكيو المستقبل، إحدى تلك المبادئ واضحة أن الولايات المتحدة لا ترضى باحتلال طويل الأمد لغزة من قبل إسرائيل، وبشكل خاص الاتفاق واضح حول التوقيتات ومواقع الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإسرائيل وافقت على ذلك. هذا ما أعلمه وهذا ما يتضح لي. مجددا لا أستطيع التحدث عن التفاصيل، ولكن كل هذا مفصل. هذا دعمته إسرائيل بخصوص توقيتات وأماكن الانسحاب. لا يمكنني التحدث عما قاله، يمكنني أن أتحدث عما سمعت منه مباشرة البارحة عندما تحدثنا لمدة 3 ساعات، بما في ذلك موافقة إسرائيل على المقترح والخطة التفصيلية والتي تشمل توقيتات واضحة ومواقع واضحة للانسحاب. لكن الشيء الآخر أنه من الواضح أنه من مصلحة الجميع بما فيهم إسرائيل هو إنهاء هذه الحرب هذه الفترة، وهذا انعكس في حديثي معها. الرهائن يعتمدون على ذلك وأمن دولتهم يعتمد على ذلك، وقدرة ضمان عدم انتشار هذا النزاع لأماكن أخرى يعتمد على ذلك، لأن غزة هي المفتاح الأساسي التعامل مع لبنان وحزب الله في الشمال، هي المفتاح الأساسي لإنهاء التعارك مع الحوثيين والتوصل إلى تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهو شيء يهتم به كلا الطرفين، وهي المفتاح لجعل جميع الأطراف يشعرون بالأمن والسلام بما في ذلك إسرائيل، وأيضا هي المفتاح لاستعادة الرهائن، وهذا ما يريده الإسرائيليون وهذا ما نحن نريده في الولايات المتحدة أن نراها، لأن هناك بضع من المواطنون محتجزين. المقترح تم طرحه من الدول الثلاثة الولايات المتحدة وقطر ومصر. ما يحدث الآن من ضمن أشياء أخرى هو أن مصر وقطر في تعاملهم مع حماس يوضحوا لهم ما في هذا المقترح إذا كان هناك أي خلل في الفهم، حتى تفهم حماس المقترح بشكل كامل وبشكل واضح أجل أن تتفق وتوافق عليه. هذا المقترح مبني على اتفاقية مايو الذي طرحها بايدن ودعمها مجلس الأمن، ومن الطرفين سمعنا تعليقات مختلفة حولها. حاولنا أن نعكس هذه المقترحات في الاتفاقية الحالية والمقترح الحالي، وبالطبع هذا المقترح لديه طرفين يجب أن نتعامل معهما ونوفر ما يريدهما. والآن ما نحاول هو أن جعل حماس تفهم بتفصيل ما يوجد في هذا المقترح وأن يوافقوا عليه كما وافقت إسرائيل عليه. والشيء الآخر المهم هو فهم التفاصيل حول تنفيذ هذا الاتفاق،
والتعقيدات المشمولة فيها. ولذلك من المهم أن جميع الأطراف يكون لديهم مرونة، سواء الحكومة الإسرائيلية أو قادة حماس، حتى نستطيع لإنهاء ذلك وإنجاح هذه العملية. الولايات المتحدة ومصر وقطر جميعنا متحدون، لديهم دور في التعامل مع حماس، ونحن نتعامل ونتواصل مع إسرائيل، وجميعنا نعمل معا، نحن الثلاث أطراف. وأعتقد أننا قد ننجح في كل ذلك. قد الفترة تكون طويلة، ولكن ما نتفق عليه هو أهمية إنجاح ذلك وأهمية التوقيت، لأن بمرور الأيام قد يحدث أشياء سيئة لأفراد لا يستحقوا ذلك. هذا ما نتفق عليه، وسنفعل ما نستطيع أن نفعله.